بروتوكول التعاون الذي وقع بين الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، ورعاية ومتابعة المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار في 28 من مارس عام 2018، تفعيلا لدور المحاماة في تعظيم جهود الدولة في مجال الاستثمار. كان ذلك بداية انطلاقة سياسة تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين وتذليل كافة العقبات أمامهم. إعداد المحامين بالهيئة وتطوير أدائهم في تيسير إجراءات منح الموافقات والتصاريح والتراخيص، تفعيل منظومة تقديم الخدمات إلكترونيا بمراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. برنامج محامي المستقبل، برنامج محامي المستقبل اللي فيه مكونات متعددة، هذا هو أول مكون لمحامين الإسماعيلية. برنامج محامي المستقبل فيه المكون الرئيسي محامين وكلاء مستثمرين. انطلق هذا البرنامج برعاية الأستاذ النقيب سامح عاشور، واللي أنا بطلبكم أن تحيوه لأنه داعم رئيسي لبرنامج محامي المستقبل. تبنى هذا، وأيضا كان هذا المجلس تبنى فكرة ما كانش فيه قبل كده لجنة تدريب في نقابة المحامين. زمن طويل جدا قطاع التدريب كان قليل. الحمد لله أن أنا اقترحت على النقيب والمجلس إنشاء لجنة جديدة في بداية هذا المجلس، لجنة التدريب والبحوث والدراسات، لأن المحامين والنقابة محتاجة تدريب وبحوث ودراسات. هتلاقونا أن قطاع كتير قوي من القضايا سواء خاصة قضايا عادية أو قضايا خاصة بالنقابة أو قضايا شأن عام بتحتاج في بعض الأحيان لأبحاث ودراسات. وأيضا التدريب مش بس لشباب المحامين، لا، الآن في تدريب متخصص، في تدريب متقدم بتقدمه جامعات دولية وبتقدمه جامعة أمريكية. وفي مجال المحاماة التدريب مش معناه أن المحامي غير مؤهل، لأ، هو التدريب المتخصص اللي بيدي للمحامي فرص إنه يوسع مجال عمله أولا وفكره ثانيا. بداية نرحب بالسادة الحضور، الإخوة الزملاء، المنصة الكريمة، الأستاذ عبد الجواد أحمد والأستاذ الدكتور سامح الزملوط والأستاذ محمد الصاوي والأستاذ طارق حجاب. بداية أوجه شكر وتقدير لسيادة النقيب الأستاذ سامح عاشور على حرصه الشديد على إقامة هذه الدورات والحرص على إعداد جيل جد المحامين. كما أوجه شكر وتقدير لأستاذ عبد الجواد أحمد المنسق العام لهذه الدورة وحضوره معنا وتصميم وعقد العزم على عقد هذه الدورة بالإسماعيلية وتشريف لها بالإسماعيلية. بداية هذه الدورة طبقا لتوجيهات السيد النقيب الأستاذ سامح عاشور من أجل إعداد جيل جيد من المحامين، شباب
يواجه المستجدات الاقتصادية تعقد هذه الدورة على هذا الأساس. الهدف منها إعداد محامين الشباب لملاقات ومعاملة المستجدات الاقتصادية التي نواجهها في منطقة الإسماعيلية طبقا للقاسوس الجديدة والأعمال نقوم بها. معالي النقيب سامح عاشور في الدورة ديت بدأ يفتح مجالات كتير لشباب المحامين، وبدأ يعمل مؤتمرات جديدة لشباب المحامين، ويصعد جيل صاعد من شباب المحامين باعتباره من القادة. شايف وسط الحضور في ناس أساسا من العملاء يعني الممتازين عندنا واللي بيجوا على طول، ويا رب كلكم تشرفونا. طبعا احنا فكرة المركز بتاعنا بدأت من سنة حوالي 2000، عملنا دراسة، الهيئة العامة للاستثمار عمل دراسة لقيت ان حوالي 72 جهة مانحة للتراخيص بيلف عليها المستثمر، فطبعا بيكون تم استنزاف قواه تماما وزهق وصرف مصاريف كتيرة جدا جدا. وبالتالي نشأت فكرة المجمع ده ان احنا نعمل جهة واحدة يكون فيها ممثلين سواء مفوضين او ليهم حق توقيع نهائي او ان هو بيمثل جهته في انهاء الخدمة عندنا. وبدأنا في إسماعيلية من سنة 2005، حاليا عندنا حوالي 13 جهة ملحقة تعتبر منهم الأساسيات، الجهات الأساسية زي مصلحة الضرائب المصرية، مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، نقابة المحامين طبعا من أوائل الجهات اللي كانت مشرفانة بصراحة ربنا. وبموجه الشكر الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين، والسيدة الوزيرة السابقة سحر نصر، والدكتور محمد عبد الوهاب، ومن حسن حظي ان انا اكون محامي موجود بين زمايلي المحامين في إسماعيلية، وبرحب بيهم ونقول لهم ان مركز خدمات المستثمرين في إسماعيلية يعني ان شاء الله ان شاء الله في تطور مستمر، وعلى استعداد لتقديم كافة المشورة والمعونة لكل الأساتذة المحامين ووكلاء المؤسسين. ويسعدنا ان احنا نبقى موجودين معاكم النهارده نوضح لكم نبذه عن مركز خدمات المستثمرين ومكانه وشغله والانطباعات الاجراءات اللي بتتخذ في تاسيس الشركات سواء قبل التاسيس او بعد التاسيس. واحب اشكر الاستاذ عبد الجواد احمد مقرر لجنه التدريب في النقابه وعضو مجلس النقابه. اول برنامج طبعا دي اول محاضره، واحب ان احنا نعرف يعني ايه هي إسمار وايه المجمع وايه اللي بيقوم بيه والدور بتاعه، حاجه تعريفيه بحيث نبقى احنا في اول محاضره حاولنا ان احنا يعني نشوف ايه هو الاستثمار. طبعا يعني شفت الحمد لله حضور مشرف، وكانت دوره فعلا فاعله وايجابيه، ولازم يعني نذكر في النهايه نوجه شكرنا وتقديرنا لمعالي النقيب على دعمه في شان صقل المحامين الشباب من اجل ايجاد فرص عمل اخرى وصقلهم في مجالات اخرى. وطبعا ده هدف النقيب الاساسي. يمكن تخلينا في الفتره الاخيره عن اي ادوار اخرى فيما عدا ادوار دعم المحامي وفتح ابواب رزق ليهم. ده حاجه جميله طبعا من النقابه العامه، بتواصل جهودها الجيده في دعم المحامين وفي اعداد محامين عشان يبقوا وكلاء استثمار، لان الايام اللي جايه هي ايه، هي الفرصه الاكبر للاستثمار وعمل المحامين، تفتح افاق جديده للساده المحامين برضه، وبتقضي على النمطيه والكلاسيكيه. النهارده احنا في الاسماعيليه يعني شيء جيد ان بتنتقل هذه الدورات في الفرعيات وخصوص محافظة إسماعيلية، وكنت سعيد النهاردة ان انا شفت محامين الإسماعيلية، وبنشكرهم على الحضور، وان شيء جيد جدا، وده ثمار المجهود اللي بيبذله السيد النقيب للتركيز على سوق المحامين وبالذات الشباب منهم. يعني اهم حاجة ان احنا بقى عندي معلومة ان انا اقدر اسس بيها شركة، اقدر افيد حد اصلا لما يجي يسألني عن تأسيس شركة، يعني توفر لنا فرص عمل بقى احسن وافضل. احب اشكر النقابة طبعا، اعضاء النقابة العامة واعضاء النقابة الفرعية. استفدت الفرق بين الشركات وكيفية التأسيس، فعلا دورة مميزة جدا وبشكر القائمين عليها.
بشكر اعضاء النقابه العامه والفرعيه ان هم اتاحوا لنا الفرصه دي فعلا بان هم يفيدونا ويحولونا من المجال الطبيعي للمحاماه لمجال اكبر وكبير. طبعا النهارده احنا كنا حضرنا الدوره التمهيديه لقانون الاستثمار او كيفيه تاسيس الشركات. ده بصراحه كان جانب خفي عنا كمهنه في المحاماه. طبعا بنشكر السيد معالي نقيب المحامين سامح بك عاشور، وبنشكر مجلس النقابه عامه والاستاذ ابراهيم عبد الرحيم نقيب محامين الاسماعيليه على الدوره ديت، الدوره التمهيديه، ودي اول مره تحصل في محافظه الاسماعيليه ان يكون في دوره في الاستثمار. ونتمنى من السيد النقيب ومن مجلس النقابه ان تكرر تلك الدورات، لان احنا فعلا النهارده كشباب محامين استفدنا من هذه الدوره. هو دور النقابه، دور السيد النقيب العام، بدا في تفاعل وتقدير الشباب المحامين واعداد قادة من الشباب المحامين، وان الدور وبدا ان هو يعمل دورات ومؤتمرات على مستوى النقابات الفرعيه، فاهتم بالشباب المحامين واعداد القادة للشباب المحامين. وبالنسبه لدوره اللي هو وكيل مستثمر، من الدورات المهمه جدا للشباب المحامين اللي عملها السيد النقيب، وتم التعاقد معاه مع الوزير الاسبق، فده بيدي فرصه ومجال وبيفتح مجالات شغل. طبعا النهارده يوم جميل جدا بوجود الساده اعضاء مجلس النقابه العامه، بنوجه لهم الشكر الجزيل على رسوم معالي النقيب سامح عاشور، ونتقدم بالشكر للاستاذ احمد عبد الجواد احمد والمعالي النقيب ابراهيم عبد الرحيم في إطار التواصل وبين الأجيال المتعاقبة في نقابة المحامين. في البداية بنشكر القائمين على الدورة النهاردة، دورة غير نمطية، دورة جديدة بعيد عن الحاجات اللي احنا حصرنا نفسنا فيها، إيصالات الأمانة ورصيد الأجازات والكلام ده كله. لا، في فكرة جديدة، فكرة محامي وكيل مستثمر. بنحب نشكر السيد النقيب، نقيب العام، نقيب محامي مصر ونقيب محامي العرب أستاذ سامح بيه عاشور. طبعا وفر لنا النهاردة فرصة كبيرة جدا لأن احنا نستفيد استفادة تامة كاملة مجانية علشان نقدر نكون مستثمرين ونقدر نوفر خدمات للمستثمرين. دورة مكلم المستثمر هي دورة مهمة جدا من نوعها، استفدنا كتير جدا النهاردة كل واحد حضر بجد استفاد في الاستثمار ويعني ايه تأسيس شركة قدام الاستثمار. دورة مهمة جدا لشباب المحامين كمان قبل شيوخها. استفدت ازاي اعرف التسهيلات اللي تمت بعد انشاء البوابات الاستثمار الجديدة، كيفية الاستفادة من المنطقة الحرة الاقتصادية اللي فتحت هنا جديد في اسماعيلية. شاكر يعني النقابة العامة على دورها الفعال، وشكرا للاستاذ ابراهيم عبد الرحيم والاساتذه الزملاء يعني على دورهم الفعال في اسراء مثل هذه الدورات. طبعا احنا كمحامين شباب بنحتاج للحاجات دي على طول بصفه مستمره علشان نقدر نواكب سوق العمل. بداية باسم حضراتكم جميعا اسمحوا لي اوجه شكري وتقدير العميق للسيد الاستاذ النقيب المحامي الاستاذ سامح عاشور على جهده الدؤوب من اجل اعداد جيل جيد من المحامين الشباب في مثل هذا المضمار. في ناس كتير الوجوه طبعا معروفه بالنسبه لنا، واحنا شرفنا الله اللي احنا يعني يا رب يكون بس احنا يعني قدرنا اللي احنا نوصل معلومة نطلع بيها في اليوم. يعني اللي احنا في نهاية اليوم نتمنى اولا انا بشكر نقابة المحامين على رأسهم سيادة النقيب سامح عاشور، وبنشكر السادة الزملاء اللي اتاحوا لنا الفرصة دي. وانا سعيد بالحضور المكثف للسادة الزملاء، ونتمنى ان شاء الله في الدولة التكميلية المكثفة ان شاء الله يكون الحضور اكتر عشان يكون الاستفادة أكبر إن شاء الله. وزي ما قال الأستاذ عبد الجواد والأستاذ إبراهيم والسادة الكرام ضيوف المنصة، إن القادم أفضل إن شاء الله، وإن شركات الاستثمار والاستثمار هو المجال المفتوح للسادة المحامين. إحنا المفروض إن المجالس النقابات بتبني أجيال. الظروف الاقتصادية أنا عارف إن هي صعبة جدا، إن إحنا ممكن مرينا بظروف، بس على الرغم إن إحنا النهاردة الناس بتقول الظروف اصعب، لا كان قبلها اصعب وقبلها اصعب وقبلها اصعب. انا اتذكر مقال الاستاذ ابراهيم عبد الرحيم قال لي احنا يعني كنا بناخد ايه، ما كناش بناخد حاجه، وجي اجيال بعدها بتتطور بتتطور يعني ما فيش حد عدى بمرحله سهله.
عايزين نقول ان المعلومه القانونيه والكتاب القانوني، انا قبل ما افتح مكتب محامي كان عندي مكتبتين، كنت حريص لكل سفرية للقاهرة ابقى رايح اشتغل اجيب ربع الفلوس اللي انا واخدها اتعاب بالربع، كتاب كتابين على قدر ما تيسر لي. يعني ان شاء الله كمان بوعدكم خلال 10 ايام هيبقى في اعلان عن دوره في اللغه الانجليزيه مدعومه في الجامعه الامريكيه بالتعاون في اطار بروتوكول وقعه برضه الاستاذ النقيب اللي بشكره استاذ سامح عاشور مع الجامعه الامريكيه. دي حاجتين، في ماجستير مدعوم بالكامل، مش عايز اقول لك تكلفه الماجستير في الجامعه الامريكيه قد ايه، مبلغ كبير، بس عشان كده شروطه صعبه، لازم مستوى معين من اللغه، لازم انتظام، لكن قيمه الماستر او الماجستير غالي جدا، مش هنعلن عن لا اكتر من 80,000 جنيه اكتر. كمان دورات اللغه الانجليزيه هنعملها للمحامين، وان شاء الله الاسماعيليه ليها الحصه الاولى تتعمل هنا وتتعمل في الجامعه الامريكيه باذن الله خلال 10 ايام. هنقول لكم على اللينك وعلى المسابقه، وهي بتتم بكل شفافيه، بيبقى في لينك وهتخشوا تسجلوا استماره، وانا هدعم من بعيد لبعيد كده ان يبقى في حصه كبيره لمحامين الاسماعيليه ان شاء الله بالتعاون مع اعضاء مجلس النقابه هنا. وانا يعني في النهايه كل جزيل الشكر، قبل ما اشكر المنصه انا بشكركم انتوا وحيوا نفسيكم، لان انتوا قدرتوا عندكم اراده تكملوا، اللي زهق واللي عنده شغل واللي مضغوط فاسمحوا لنا ان احنا نعتذر عن ده، لكن انا شايف ان احنا ده بدايه كويسه ان شاء الله، وهتبقوا بدايه في برنامج تطوير المحامين وادواتهم واساليبهم. وبشكر طبعا المنصه الكريمه، وبشكر الساده قيادات هيئه الاستثمار، وانا هنقل الشكر ده لقيادات الهيئه في مصر على حسن الاداء وحسن الاستقبال.